نتكلم عن الموجات الصوتية والأشعة دي الغريبة شوية، ناس بتطلبها كتير وناس معلوماتها محدودة شوية في الحكاية دي. هقول لحضرتك الموجات الصوتيه دي انقلاب في الطب. هو طبعا من حوالي 30 سنه طلعت انقلاب فعلا، يعني هي قصتها جميله جدا، احب الناس تعرفها لانها انترستنج، يعني حاجه شيقه. يعني حضرتك كان زمان في الحروب المركب ماشيه بو تنفجر، لان في واحد ما عندوش ضمير وخسيس وما عندوش اخلاق ولا دين، اخترع حاجه اسمها لغم. صحيح. تبقى ماشي في امان الله في الصحراء تدوس على اللغم يفرقع. ده اللي طبعا اللي اخترعه ده قمه الخسه. يعني اللي اخترع اللغم ده والله ده نفسي اعرفه يعني. انا ما في عباقره كتير في العالم. فالعربيه مركب ماشيه تروح منفجر، فواحد ذكي جدا جاب عصايه في اول مركب وحط فيها جهاز يبعت موجات صوتيه لو في حاجه تبان في البدايه، المفروض تخبط في الارض، هو عارف الارض على بعد قد ايه، ترجع له بعد قد ايه. فلو حاجه قبل الارض خبطت رجعت اسرع، يبقى في حاجه قبل الارض. يعني هو بيبعت اشعاع ينزل يخبط في الارض وينعكس، مثلا 100 متر، فلما نزل 60 ورجع ورجع يبقى في حاجه، يبقى في حاجه تروح المركب واقفه. هذه بداية الموجات الصوتية. على فكرة ما اسمهاش فوق صوتية. اسمها موجات فوت الصوتية. فوت. التراسونيك. التراسونيك. مش سوبراسونيك. بس احنا بنحب ندلع الحاجات يا دكتور. بنحب ندلع الحاجات. فالموجات الصوتية دي انقلاب. هجيب نفس الجهاز اللي كان على المركب ومشيه هنا. هيخبط في الكبد ويرجع لي. إذا حاجة حشيته يبقى في حاجة حشيته هتخبط أكتر وأقدر أرسمها. افضل ماشي معاه شوف في ايه هنا، في ايه هنا. الكلى، الغده الدرقيه، الغده الدرقيه كان هوب شيل يا جدع بايديا بصوابعي. ده في هنا كلكيع شيل يا جدع. ابعتها شوف. لا ده الموجات الصوتيه شوفها، مش بس كده، واحد كلى فيها ورم وجبته الموجات الصوتيه وعايز عينه، العينه ابره بتخش وتطلع، ادخلها بالموجات الصوتيه عشان اخش صح. يعني هو يجيبها لي وانا اخش منها اخد جزء من الشيء اللي شفته، ما اخشش عمياني. فالموجات الصوتيه انقلاب. صحيح. انا مره كنت بعمل في الدكتور، كان دكتور عظيم جدا، فقال لي مفيش اي مواد صلبه، يبدو ان هي بتضرب في بعضها. بالظبط كده. ولذلك الموجات الصوتيه لا قيمه لها عندما يكون في غاز، يعني لا قيمه لها في تشخيص امراض المعده. امراض المعده ما تجيبش هاش، امراض القولون ما تجيبهاش، امراض الامعاء ما تجيبهاش، كبد تجيبه ما فيهوش هوا، طحال، كلى، غده. دلوقتي ابتدت تتقدم جدا 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 الموجات الصوتيه، واجهزه بقت غير عاديه انها تجيب الرئه، تجيب الاشياء الصلبه اللي في الرئه. ليه بقى؟ لان انا عيان العنايه المركزه عندي هبعته يعمل اشعه ازاي؟ مش ممكن. ده على جهاز تنفس صناعي. هبعته ازاي بالجهاز يعمل اشعه؟ فالموجات الصوتيه دي من جنب السرير. دي حاجه سريعه. ده بقى احدث حاجه في الموجات الصوتيه، الرئه. الرئه دي احدث حاجه، ما كانتش موجوده عشان الهواء. دي جديده. جديده نوفي، ما كملتش سنه. وعليها ابحاث وبيبرز كتيره جدا جدا. تفتكي بالرئه او اكتر من سنه شويه يعني. الحاجات دي مكلفه يا دكتور؟ يعني انا لو مثلا واحد عنده 40 سنه، نتكلم من السن ده ولا ايه؟ لا لازم يعمل كل ده كل ست اشهر وكل سنه ولا لا؟ هو مش محتاج الحاجات دي، محدش محتاجها خالص الا لما الدكتور يقول. لا لا الروتين قلنا شعه تحليل دم، لو من اسره فيها سرطان قولون يبقى منظار قولون اساسي، من اسره سيئه السمعه في القلب يبقى رسم القلب بمجهود اساسي، انما روتين اعمل كل ده لا، دي مكلفه جدا. ما انا بقول كده. وبعدين في حاجه بقى لازم الناس تعرفها، الطب غلي، طب غلي جدا، ولذلك الدوله لازم تحط مبلغ اكبر لعلاج الفقراء عشان يتعالج زي واحد معاه فلوس. دلوقتي الكورونا يعني كشفت ناس كتير جدا. صحيح. والله راجل مقتدر جدا بيقول ان اخوه بيتعالج واسم معروف، قال لي مش قادر على المستشفى. صحيح. فالطب غلي، الارقام ضخمه جدا في كورونا، طب غلي حاجه كبيره جدا. الأسطر حضرتك بثورتها غاليه جدا برضه كمان. صحيح، ده صحيح، بس الارقام فيها برضه شويه مبالغه. مبالغه شويه، فيها شويه مبالغه. انا موافق حضرتك جدا جدا بس جداً. لكن هو فعلا الحاجات غليت.
يعني القطع المستخدمه غليه غليت يعني المستهلكات المستهلكات بتستخدم في العنايه الحقنه البلاستيك غليت الحقنه البلاستيك اللي بنرميها طبعا غليت. والادويه وكل حاجه انا ابتديت حياتي الطبيه نايب ما كانش في حقن بلاستيك كانت الحقنه الازاز الريكورد بنغليها في الميه في العلبه الحديد العلبه الحديد ونغليها بتاعت ابله حكمه ما احنا بفضل تيجي ابله حكمه تدينا الحقن بتاعه حقنه قد كده احنا بفضل الله اللي عملنا فيروس سي في مصر طبعا الحقنه من واحد لواحد لواحد مغليه في ميه لا بس البيوت ما كانتش بتعمل كده البيوت لا البيوت كانوا الحقنه محطوطه في علبتها ايوه كويس ويغلوها زي الفل ما يدريك ان اخوك ما عندوش فيروس سي ما احنا كنا بنغليها ايوه بتتغلي ما تعملش حاجه خالص ما هو ده اللي نعرفه بقى الغاليه ما تعملش حاجه خالص غاليه على سبيرتو مش على البابور كمان كنت بتبقى ممكن سبرتايه صحيح صحيح